يقول يشكل علي أني قرأت أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقول يشكل علي أنني قد قرأت إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب وكان عربيا، مع أن أباه إبراهيم وأخاه إسحاق ليس بعربيين. يا أخي تعلم العربية من جرهم وتزوج منهم، وكان إسماعيل كان أعجميا لكن تعلم اللغة العربية من جرهم التي نزلت إلى جنبهم. نعم.